طيب عايز اروح كمان لجانب مهم جدا. بخلاف التدريبات الاسبوع اللي جاي احنا على اعتاب لحظه مهمه جدا من تاريخ النادي الاهلي، تكريم النادي الاهلي كافضل نادي في جوائز جلوب سوكر اللي هينظم في دبي يوم السبت اللي جاي. الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، دكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي هيكونوا بالتاكيد كوفد رسمي في الامارات للحضور هذا الحفل الكبير جدا اللي هيحضره نجوم الكره العالميه. الحفل ده فيه مفاجآت مهمه جدا، والتكريم للاهلي ممكن ما يكونش جايزه واحده بس، مش عايز احرق المفاجآت. يمكن الدعوات والانفيتيشن وصلت للنادي الاهلي، بس بنتكلم ممكن يكون في تكريم تاني وتكريم تالت. فكلنا على اعتاب يعني حدث تاريخي مهم جدا في دبي يوم السبت اللي جاي لحضور النادي الاهلي هذا الحفل التاريخي اللي بيحضره نجوم الكرة العالمية. وعلى رأس الحاضرين رئيس الفيفا السويسري جياني انفانتينو. كمان الحاجة التانية، بخلاف حفل التكريم والحدث الكبير اللي مش عايز أحرق تفاصيل كتيرة ومفاجآت مهمة جدا من هذا الحفل اللي إن شاء الله هيقام يوم السبت في دبي، النادي الأهلي بإذن الله على أعتاب الدخول في معسكر مغلق ابتداء من السبت اللي جاي، معسكر لمدة حوالي من 7 إلى 8 أيام قد يتخلله مباراتين وديتين، أحدهم قد تكون مع فريق سعودي عامل معسكر في الامارات في الفتره اللي جايه. نتمنى يا رب يكون معسكر موفق تتلعب فيه مباريات وديه يستفيد من خلالها مارسيل كولر، ويرجع بعدها نشوف وقتها قوام اللاعبي المنتخب ممكن ينضموا امتى. نتمنى يا رب ينضموا بعد نهايه كاس الامم، ولكن اكيد بقى في التوقيت ده هيبدا يشوف كولر ينضموا امتى. هل لا قدر الله لو خرج المنتخب بدري يلحقوا بالفريق في الامارات، ولا يجي ياخدوا راحه 3 أو 4 أيام في القاهره ويستنوا الفريق لما يرجع من الامارات. كل ده بالتاكيد هيتحدد خلال الفتره اللي جايه. ده كل التفاصيل وكل الكواليس المتعلقة بأخبار النادي الأهلي في الفترة اللي جاية، سواء على المستوى الفني، على مستوى فريق الكورة، وعلى المستوى الإداري وتكريم اسم النادي الأهلي، وبعض المفاجآت اللي بتخص القلعة الحمراء في حفل جوائز جلوب سكر في دبي يوم السبت اللي جاي.